الكبير قوي في كوريا. انتم متخيلين؟ والله العظيم النهارده في حدثين اصل بالنسبه لي، يعني حدث منهم محمد صلاح متصور جنب مسلسل مكتوب عليا بتاع اكرم حسني وبيقول له انت جامد، وملاطفات ظريفه حاصله ما بين اكرم حسني ومحمد صلاح، مو صلاح مو صلاح. ومن ناحيه تانية الكوريين بيكتبوا على الكبير قوي، ده حقيقي. وبعدين احنا لقينا انه ساره هجرس وهي واحدة من كاتبات هذا المسلسل اللي على ما يبدو مكسر الدنيا، واللي انا حظي وحش ان انا ما اتفرجتش عليه، يعني بعد ما كل الناس عماله تتكلم 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 الكبير قوي الجزء السادس الكبير قوي الجزء السادس، فلقينا سارة نشرة بوست من جورنال كوري. طبعا انا مش عارف يا سارة بتعرف تقرا كوري ولا لا. سارة سعد هجرس بنت الاستاذ الكاتب العظيم الرائع الأستاذ سعد هجرس رحمة الله عليه، واحد من أبناء الجيل الذهبي في الصحافة المصرية، واحد من أبرع المحللين السياسيين الله يرحمه، واللي كان الصديق الأنتيم لأبويا برضه الله يرحمه. فسارة أختنا، يعني سارة سعد هجرس أو باسم الشهرة سارة هجرس. إزيك يا سارة؟ يا يوسف إزيك، عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. انا لهلوبه في الكوري على فكره. لهلوبه في الكوري؟ لهلوبه. واضح. انما انا عايز اعرف، هو انت جبتي البتاع الكوري دي منين وفهمتي منها ايه وازاي؟ ما فهمتش حاجه طبعا، انا فهمت بس ان كان في حدث ما او ايفنت، وان الناس تبادلت ان في عاملين فيرجن مصري او سبوفنج على سكويد جيم الكوري الشهير. فالناس احتفت، مش عارفه ليه، هل تهموا الهاتف بتاعنا مثلا ولا هم ولا مش عارفه ايه يعني السياق بصراحه. يا ترى هم كاتبين فرحانين ولا كاتبين متضايقين ولا ايه بالظبط؟ بيسموني ولا ايه؟ بس يعني انا اتبسطت بقى، قلت اضيف يعني، فزدت بقى اتبسطت، قلت يا سلام. تمام كده خلاص. طبعا كده خلاص، يعني الكبير قوي ست عدى خلاص، اديت رسالتي. الحمد لله. الحمد لله.